السلام عليكم حبوباتي، مبروك العواشر والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والهنا واش سميتو ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نقدم معكم البطبوط معمر على بركه الله. غادي نبداو بالمقادير. عندي الماء، عندي الفينو، عندي الفورص، عندي الخميره بودره معلقه الخميره بودره، عندي زيت العود معلقه تاع زيت العود ومعلقه نتاع السنيده وقبيصه نتاع الملح. البطبوطه البنات صدقوني كيجي رائع وبالاخص في الفطور ديال رمضان كيجي ما نقولش لكم البنات. انا كنديرو بزاف وبناتي كيحماقوا عليه، يعني ساهل وبسيط وفي المستطاع ديال الجميع.
وينتفخ، لان الا ما تنفخش لينا البطبوط يعني غادي نعرفوا بان البطبوط راه ما صادقش معانا. خاصو يدير داك البواق، داك الفقاعات، يعني خاصو يطلع يتنفخ باش كيجي محلول من الداخل. ها نتوما شوفوا بدا كيطلع معايا انا، ومازال انا غزبت عليه ما خليتوش اختمر مزيان. خاصو لا بدا يدير داك البقع الفقاعات، ملي كيدير داك الفقاعات يعني كنعرفوا بان البطبط راه صادق معانا، راه ناجح معانا 100%. ها نتوما شوفوا يعني راه طلع تنفخ، وعاد انا غزبت عليه ما خليتوش اختمر مزيان، انا كنت مزوبه. نتوما ممكن تعجنوا بكري وتخليوه يختمر على خاطرو، ومن بعد عاد تبداو طيبوا فيه. نتوما كيجيو صغيورين محمرين وزوينين، كيجيو غزالين البنات. دابا غادي ندوز معكم نصايب معكم الحشوه اللي غادي نعمر بها داك البطبوط. عندي هنايا جوج بطاطات كبار اللي ديجا قطعتهم وسلقتهم مع شويه المليحه، عندي واحد النص ديال الكاشا محكوك والبزار، وعندي جوج خزوات محكوكين، الزيتون، الطون، الملح، وجوج بيضات اللي سلقتهم وقطعتهم، شويه ديال الفرماج، واحد نصف بصله مقطعه طريفات صغار، الخل والهريسه والخس. بالنسبه للعمارة البنات يمكن لكم تعمروا هذا البطبوط باش ما بغيتوا، يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا على حسب. معلقه صغيره نتاع الخل وشويه نتاع الهريسه على حسب الذوق، اللي كيبغي الحار واللي ما بغاش الهريسه بلاش. وغادي نخلطو مزيان.